خصوصا الجهه الاخرى اللي تقصح الاسلام. كيفاش ما سمعتش؟ خصوصا من الجهات انا اللي اتصلتني تقصحت بزاف ما نقدرش نصحح. فهمتك من جميع المناطق. فوالا ديك الجهه فهمتي ما صافي ما نقدرش نقول لك دابا شنو فهمتي بجوج المناطق اللي هما مصافي ما قداش حتى نقدر نسمع منين كنصحى عمري 16 ساعة تعدى بتال دابا كنهضر معاك حاليا دابا قبل ما نهضر معاك كل ما نطلع معاك دابا في اللايف شفت الدواء باش ما يجينيش لاكريس عرفتي شنو نتصل في كل حاجة مرتي بالقلب. مرت بالقلب هذا هو الأخي بحاجة الإنسان إلا طرالي شي حاجة خاصو يغوت يبكي. هاد القصة دابا هادي فيها بزاف ديال الحوايج باش يعرفو البنات أنو مخصكمش تسكتو. السلام عليكم. بغيت نقول لك شكرا بزاف مادام وصلك هذا الفيديو هذا الا وانت من الناس الاوفياء ديال هذا البرنامج وبلا شك انه تيعجبك. ما تنساش انك تخلي جيم وكومونتير وبارطاج. وبالنسبه للناس اللي عاد جاوا جداد وغيكتشفوا هذا البرنامج هذا مرحبا بكم معنا في العائله ديالنا وان شاء الله هذه العائله تزيد تكبر وما بقى لنا والو باش نوصلوا 2 مليون. اللي مازال ما مشاركش يشارك وعلى الاقل خليونا غير المدينه ديالكم باش نعرفوا شكون هي اكثر مدينه عزيزه على هذا البرنامج هذا. السلام عليكم. ايمان القلب عامر قلبي عامر شويه وي احتاج تهضر يا ايمان احتاج نهضر بصح. مرحبا ايمان شوقتينا نسمعوا القصه ديالكم. قبل ما نسمعوا القصه يلا كلشي بركلاجيم خلي شي كومونتير ولا ما تشاركش شارك. ايمان تفضلي عاودي كاع داكشي اللي بغيتي انا تسمعك. ايمان القصه ديالي شويه مختلفه. القصه ديالي شويه فيها ديال الشوق فيها شويه ديال القصة ديالي شي شويه مختلفة مختلفة بزاف فيها فيها الحقرة فيها العنف فيها بزاف الحوايج في هاد القصة. شو وقتنا نسمعوا القصة ديالك إيمان مش الناس واقيلا توما في هاد اللحظة منين قلتي هاد الكلمة تشوقوا يسمعوا القصة ديالك. تفضلي إيمان عاودي داكشي اللي بغيتي حتى نسمعك. أنا غادي نبدا القصة ديالي من زوجة الأم ديالي الأب ديالي. الأب ديالي اللي كان ميزور عليه كان لاباس عليه والأم ديالي كانت فقيرة. هذا هو أخيب حاجة كيديروها الناس هي أن المجتمع ما كيرحمش مع عمر فقير غيكون عزيز ولا يقول لك شي واحد يقول لك لا راه ماشي مشكلة شي واحد زوج بشي وحدة فقيرة ماشي مشكلة بالعكس ديما رأيتو غيبقاو يلومو ويبقاو وداكشي اللي طلع مع الأم ديالي كانوا ديما كيقولوا ليها كيقولوا عليها انتي ماشي من المستوى ديالنا انتي فقيره كانوا كيحشوا فيها كان لاباس عليه كانوا لاباس عليه وكانوا كيستغلوا امي كيبغيوها بحال الخدامه ديالهم خصوصا جدتي كانت كتكرفس على امي بزاف والاب ديالي كذلك وخوت وخواتاتو وخوتو كذلك كيدبزو كيضربوا الوالده وكيعانيوها بزاف الحوايج هلكوها. تقول لي علاش صبرات لهاد غادي نقول لك صبرات باش ما ترجعش لدارهم باش ما ترجعش للدار كتقول لك زعما اللهم هاد الدل ولي لو وليت عند خوتي وبغيت تكرفسوا عليا اكثر اللهم تكرفس وهي باقا صغيره تكرفس حيت تزوجت وليداتي هي تزوجت كتبقى صغيره. المهم دازت واحد المده عاد حتى الناس كانت فيها الدوخه سخفات فاش دار الاب ديالي للسبيطار عرفوا بانها حامله تما تقلبت حياتها وليت حياتي وليت حياتها كامله كحل في الكحل ولا كيقول ليها ولا كيقول ليها خاصك ديري الاجازه ضروري باي طريقه. شكون هذا اللي تيقولها؟ الاب ديالي بابا اللي هي انت كان حامله كانت حامله بك انت؟ انا اللي كانت حامله بيا انا كان كيسيب ليها الدويات اللي دايزين ليهم لاطات بالعاني باش تشربهم باش يطيح ليها لجاني حيت ديجا داها للسبيطار باش دير الاجهاض قال لي ام الطبيب انا ما يمكنش ندير ليها اجهاض هادشي راه ما كيبغيش القانون كيعاقب عليه القانون وما كيبغي لا ربي لا عبد واش نتوما بغيتو تقتلو الروح. ديالي كان كيضربو باش يوقع ليها الاجهاض ولكن والو كتسكت شمو نهضها كتنقز بالعيني باش يطيح ليها البيبي كان كيضربها الكرش باش يطيح ولكن والو انا ما طحتش ربي سبحانه وتعالى بغاني نعيش. صافي دازت المدة هكا تزاديت انا منين تزاديت صافي حيت الوالدة ديالي تقلبات كاملة ولات صافي مهددة بزاف كنهضر مع دباك وعائلتو عائلتو هيك يقولوا لي يقولوا دابا كيفاش هاد البلان دابا تجي
زي هاد البنت عاوتاني غادي تورط لينا، ما يمكنش. قولي لي حنايا ما بغيناش هاد الفقيره، حنا ما كنحملوهاش، سير طلقها. وين تكرس علينا مزيان، تكرس علينا ديال بصح بونا. زيد بديت شويه كبرت، دخلت للمدرسه، ملي دخلت للمدرسه ما عمري شفت شي نهار بيض. كنت كنمشي للمدرسه وكنت ديما كنقول غنرجع لدار نلقى امي ميته، كنقول لي قدر يجي شي نهار غنولي للدار نلقى امي ميته ولا. وبصح فاش كنرجع للدار كنلقاها سخفانه بالدموع عامره كنسد لخا بلاصه، كنقول انا ما فاهمه والو صغيره. فاش كنت كنرجع للمدرسة كتقول لي المعلمة كتفطر سيري قري شي حاجة في المدرسة ديال التحضير، داكشي كيقول لك ألف و باء. كنمشي عندو كنقول ليه با كقريني شوية، كيشدك تفطر و كيحرقو ولا كيقطعو باش ما نتعلمش و ما زعما ما ندير شي حاجة في حياتي. كنرجع للغد لي كنمشي للمدرسة كنبكي كتقول لي المعلمة شنو كاين، كتخرجني كتدينا المدير كتقول المعلمة المدير كتقول لي هاد الدرية راه حلت حالتها النفسية راه محطمة خاصك تعيط على با. اش كيعيطو لبا كيجي با بصح وين كيوصل كيبدا كيقول ليهم لا راه عايشة بخير بالعكس، و كيديني أنا للدار و كيسلخني كيقول لي كتمشي تشكي ليهم ها ضرب كيضربني كيضربني حتى كنسخف. هذا با، هذا الاب، هذا الاب كيدير هادشي لبنته اللي باقا صغيرة يلاه في تحضيري. عذبني بزاف، تعذبنا بزاف. كرسي علينا لا ولا مو لا مامي لا ماماتي، كرسي علينا ديال بزاف. دزت ديك المدة تسمعنا خويا؟ تسمعك ايمان كملي كلشي دزت هذيك المدة. الو تسمعك ني دزت هذيك المدة حملت الوالدة بخويا صافي كملت ديك الساعة ني حملت بخويا كرهوها ولا عاوتاني زاد داك العنف وزاد داك الضرب زاد داكشي كيعمل حتى من جداتي ولا سخ كتعير فينا وكتضربنا وكتعوج علينا. كتجمعنا بجوج بين انا والوالدة صافي. فاش تزاد خويا يلا وصل 40 يوم ناض بيناتهم المشاكل هي وجداتي الوالدة وجداتي ناضو المشاكل كبار. جمعو لينا حوايج ونضونا للسمكة بدون الشفقة. كان الشتا كطيح علينا وخويا كان باقي صغير كانت عندو يلا 40 يوم الشتا كطيح وبا كيشوف فينا. ما درت حتى شي حاجة. نضنا مشينا لواحد الدار ديال عمي، كان هداك عمي كيمشي لأوروبا ماشي غتسمع الدار، كنا ساكنين غير في الدروج، حطينا غير حوايج في الدروج غير باش نتكاو ونعسو ونخبعو من السطح من الشتا. لقينا تما فرصة لينا الخبر بلي عايشين في ديك الدروج. جا المغرب شت الطيارة جا المغرب جا علينا من ديك الدروج رمى لينا الحوايج برا الزنقة. كاين برا حتى جا واحد عند الواليد كاين فيه، كان هذاك السيد شويه كبير وكان الحاج كاين فيه وقال لينا صافي انا نعطيكم داري غادي نغامروا نعطيكم داري. مشينا بصح عطانا دار مشينا سكنا فيها، ولكن ابدي اللي ما خلاناش عايشين بخير. كان كل نهار كيجي عندنا كيسلخنا، كل نهار كيعير فينا، كل نهار كيسبنا العاهرات. لأنا لأمي وأنا باقا صغيرة ما كنفهمش ما كنفهمش هاديك الكلمة ديال العاهرة شنو هي، كيسلخني وكيضربني وكيعطي المهم كيشدني من الشعر كيجبدني من طروازيام حتى لتحت غير باش نموت. كيقول لي انتي أخ انتي أخ أخيب حاجة وقعت لي في حياتي كاملة هذا عبا. بقينا بحال هكاك في هداك العذاب. طلعت أنا للسابعة، خويا بدا شوية كيكبر، وصلت للسابعة وهي خرجني من القراية قال لي ما يمكنش لك تكملي القراية، مستحيل نخليك تكملي قرايتك. تخيل خويا قسم بالله العلي العظيم بحال لينا شي وحدة كانت في واحد الجبل فوق ودفعها با ماشي أخي بالخيانة اللي كتوقع لك
هي الخيرة ملي كنت يكون أقرب إنسان لك. دفعني بدون شفقة، دفعني دفعني من داك الجبل اللي كان عندي الحلم، داك الجبل هو الحلم. دفعني تحت لالا النار، تشخشخت كاملة، ما بقى عندي شي ديال لي غينوط. وانا كان عندي الحلم ديالي هي انني نكمل قرايتي ونعوض هذاك الشيء اللي كطرى للوالده كامل. كانش عندي الغرض في حاجه اخرى، كنقول غير غير نكمل قرايتي، نخدم على امي ومن بعدها من هاد الحكره، من هاد الوجه اللوين ديال الاب ديالي. ولكن هاك لا، حطمني هذاك الحلم. غتقول لي علاش ما غوتيش، علاش ما بكيتيش؟ بكيت قوات ما لا ما كنت كرحمني، كنت كنقطع عندو الرجلين كنقول لي بار خليني نمشي نقرا. شفت مشعل وكيضربني مع راحي، كيضربني حتى كنسخف. كيقول لي انت عندك سبعة ضروح بحال الكلب، ما كتبغيش تموتي. كنبكي كنقول له انا خطا. بقينا على هداك العذاب، بقينا على داك العذاب هكاك. ما خدام، تقولي واش خدام عليك؟ وما كانش خدام علينا، كانت امي اللي كتخدم علينا. مسكينه كتخرج مسكينه، كتمشي تضرب التمر عند عمامي باش يعطيوها الشياط ديال الماكله اللي كياكلوها ديال الغداء ولا ديال العشاء، باش تجيبها لينا حنا ناكلوها. هو ما كانش كيخدم علينا، وخا كان لاباس عليه، ما كيرحمناش. كيقول امي انا بغيت لكم، بغيت نعطيكم السم اللي غيقطع لكم المصارم باش نتهنى منكم. لدى السهد بالمدة جاب لي واحد مار، واحد السيد كبير في اللاج. أنا كنت في عمري داك الساعة 14 سنة، وداك السيد كنت عنده 47 سنة. أربعتاش عام 47 سنة أخويا. أقسم بالله فاش دخل الدار، أنا صحابي غير صاحب ولي تغدى ولي تعشى معانا، قال لينا راه جبت لكم، جبت هاد السيد باش يتزوج بنتي. قلت ليه با انا غير كنا انا ما كنبغيش. قلت ليه با انا راه هاد السيد راه كبير عليا، واش انا نتزوج بواحد كبير عليا؟ قال لي ماشي شغلي ما كتهمنيش، انا مهم انا نتزوجي، ماشي شغلي، بعني لي فابور. تسمعني أخويا؟ تسمعك مزيانة إيمان. إيمان كشي درجة معا فاكم كشي فرقة يبرك على الجاي. ألو تسمعني؟ تسمعك دابا كملها إيمان. بعني لي فابر بدون الشفقة بدون الرحمة. إيمان ألو تسمعني أخويا؟ دابا تسمعك. بعني لي فابور بدون الشفقة بدون رحمة. بس عندو قلت لي با شو بقيت في دبا، بس عندو قلت لي هذا كبا خليني عيلت من قريتي، انا ما بغيش نتزوج، انا باقا صغيرة، واش انا نتزوج بواحد كبير لي ب 47 سنة؟ ها عندي 14 عام با شنو كدير؟ عرفتي شنو هي الهضرة اللي قال لي كيشوف فيا؟ قال لي انا تمنيت كون متي نهار تزاديتي ولا كان كاع نشوف كمارتك اوجه النحس. هذا باك قال لي بحال هكا، وهاد الكلمة ما عمرها تمشي لي من بالي. بكيت لما كان شي واحد، بقيت ما رحمنيش. شدني عاوتاني دخلني لقيت وعطاني سلخات العصا غير باش نقبل والو. كنت كنقول لي لا ما نقبلش، وكيعطيني العصا فوق ما كنقول لا كيسلخني غير باش نقول اه. في الاخر قال داك السيد سير خليها شويه ورجع عندها زعما ديها فابور. الوالده فاش شافت هذاك الشيء غادي، شافت انه غادي يزوجني لي بالسيف وغادي تحطم لي المستقبل وداك الشيء، مسكينة غامرات بحياتها ودارت لينا بحال شي قطة. فاش كتجمع ولادها من جدة، جمعت من الفلفل ديالها وجاتنا عند جداتي عند مين
جات ناس كنات ناس دارها ماشي غتسمع الدار ويصحاب ديك الدار كاي خربة صغيرة كانو ساكنين فيها، ولكن حنايا كانت بالنسبة لينا بحال شي قصر. علاش كنقولو اللهم هاد القصر خربة، نقولو اللهم هاد القصر ولا ديك الجهنم اللي كنعيشو مع بابانا. بقينا في داك الدار عايشين فيها عايشين فيها عايشين فيها، ولات الوليدة كتخدم ليل ونهار، كتخدم ليل ونهار باش تجمع الفلوس باش تمشي تدفع الطلاق. الصباح كتبيع الخبز، كنبيع معاها تا أنا، كنمشي نخرج تقولي علاش مكملتيش قاعدتك فاش مشيتي بلاصتك، ما عندي كي غندير، كنقرا لخويا وكنبيع مع الوليدة الخبز، شكون يمشي يقرا؟ ما عنديش الفلوس باش نشري الكتوبة. كنمشي نبيع الخبز، كنشوف قدامي البنات ماشيين من المدرسة، كنقول لهم سعداتهم اللي قدي البنات اللي قدي راهم خارجين كيمشيو يقراو. أنا كنبيع الخبز، كنت كنبيع الخبز بالنهار وبالليل كنمشي نخدم في التريدور. هكاك هكاك لمدة 16 شهور غير باش تجمع شوية الفلوس باش تمشي تدفع الطلاق. أيوا مر يوم غتجمع شوية 20 درهم، غد ليه تجمع شوية ديال 20 درهم، مرة تجمع 10 دراهم، وكل مرة شنو غير باش تجمع شوية الفلوس باش تلقى في طاكسي باش تبقى طلع وتهبط المحكمة ديال الأسرة. حتى لواحد المرة جمعت واحد شي بركة بحال هكا، مشيت للمحكمة الأسرة باش تدفع الطلاق. مشيت دفعت الطلاق، رجعت من دفعت المحكمة رجعت للدار، لبست عاوتاني الحوايج ديالها بحال ديما، لبست الحوايج ديالها قالت لينا غادي نمشي نخدم عاوتاني في العرس بالليل. قلت لجداتي الله يرحمها مسكينة، قالت ليها خلي معاك الدراري كبليهم معاك الله يرحم لك الوالدين، خلي عندك تخليهم يخرجوا. خلتني مع جداتي مسكينة، كان مع جداتي بحال هكاك زيد زيد. صاد وصلت تقريبا العشاء، صون على خالي صون على جداتي قال لي جيتي باش تجي معانا ولكن ما تجيبيش ولاد خت باش ما كانش كيحملنا، كاش كيحملنا. وجداتي اضطرت انها تمشي، قالت لي شوفي بنتي انا غنسد عليك الباب ولكن انا ركبتي عندها كتحلي الباب لشي واحد. كنا كتوصفني كنت عزيزي عليها، كتقول لي عندك بنتي تحلي الباب شي واحد، قلت لها لا جدتي يكون يعني عزيزي انا غنخلي الباب غنسد الباب وما نحل الباب حتى شي واحد. كنت كنلعب مع خويا، كنت كنلعب مع خويا داك الساعة كانت عندو 4 سنين ونص. كتقول لي فاش كتلعبو راه كنا كنلعبو بديك القراية المنظمة اللي كتخوى، كنا كنلعبو بيهم بحال الطوموبيلات حتى مالناش الفلوس باش نشريو اللعاب. كان مع خويا كان لعبها كان لعبها، كنت تسمع الطق طق طق في الباب، وكانت أخيب دقان وكانت أخيب دقان اللي دقوا لي في حياتي، وكانت أخيب نهار اللي داس لي في حياتي. يا ريت كنت أمت وما نسمعش داك الدقان. مشيت حليت الباب، قالت لي جدتي ما تحليش الباب أنا حليت الباب. بقيت كنقول شكون شكون، حليت الباب. منين حليت الباب لقيت هذاك السيد اللي كان جاي يدوي فيا اللي جاب با، جاني قال لي واش كاين امك؟ قلت له لا ما كاينش الوالدة. شنو بغيتي عندي؟ شنو كاين؟ ملي كعطيناكم اتصال بدو منا. قال لي بغيتي تعرفي شنو بغيت؟ كان سكران و دفاني خويا بنطر دفاني. أنا بنت 14 سنة، ساعة هو 47 عام، دفاني دحني على الأرض. كانت عندي واحد البيجامة باقي عاقة، كانت عندي واحد البيجامة ديال 30 درهم، هاديك ديال 30 درهم كان الصيف. خويا فاش سمع داك الصداع وداك الشي ناض خدع مور الباب، بقيت كيطلغي من ديك التقبة ديال الباب وصافي، وكيبكي كيبكي ميقدرش يغوت حيت شاف عندو الموس. خويا راه على بالو انا بغا يذبحني ولا شي حاجة، فهمتيني؟ رماني على الارض،
ديتوني الشفق، قطع لي هذيك البيجامة، وانا كنغوت عند ربي اللي خلق لي، وكيضربني كيضربني 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 كيضربني، حط عليا الموس حدا نيفي، ضربني بالموس في نيفي هنايا في هذا الشهر، ما عنديش سكاتريس، راه صيفطهم من الادمي، راه باقي عندي دابا تصاور، عندي باقي حاليا دابا سكاتريس في نيفي اللي سبب لي دابا المشكل. تمنى لازم يتسافر لنا تصال. ضربني بالموس في ديك بلاصة، ماشي هذا الشيء، ضربة كبيرة مي صغيرة، حتى ديال الموس جبد بحال هكا، حيت هو كان سكران ني جبد، ماشي كانت ماشي شي ضربة كبيرة صغيرة، ولكن كتبان فهمتي، كتبان كبيرة شوية، كتبان انه مشوه لي الوجه شوية، مشوها لي زعما النيف. كيفاش نوريها للناس لأن وجهك باين فيها؟ باينة و لا ما نقدرش نحاول نبين غير ما عرفتش هكا واقيلا ما بايناش، واش باينة لكم ولا لا؟ أها كملي لي يا إيمان. ألو رماني على الأرض ميت، كنسمعك رماني على الأرض، طيب يدك بيشامة وتصلي بولا الطريقة عنصرية بولا حس هذا صاحبك كنت كهوت عند ربي اللي خلقني، كهوت عرفت ديك لغوة صغيرة بعضن شحال من الليلة دابا، انا دابا حاليا عندي 23 سنة، دابا حاليا خويا بعضن كيكون ناسا ديك الغواته كتجيني وكنوض كنتخلع كنقول بالويلي كنبكي 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 كنقول لا كنموت في الدار كنقول لا كنموت بشي شي واحد يعتقني بشي يعطي صبعي انا ما مجوج نشهد تصميم مرتين كانت مدى لك تفهمني أصبحي ما قديت ما قديش تصنط ما قديش مموت قلي شنو كنتير شنو كنتير وشن تصنط حيات ولا شنو بس قولي يا ليش ما دفعتيش على عسكرة كان دافع ولكن بنت 17 سنة ما تقدرش تقدرش ما تقدرش ولكن دابا اللي خلو براسي كنقول يا ريت كون هزيت الموس نقتلو ديك الساعة ولا يحطم لي مستقبلي كامل كيس كنبكي وكنغوت عند ربي اللي خلقني والله إلا متشوف ربي يرزقني تشوف ما سمعني سهلة بجمع بس الحوايج وخرج بحال ما واقع والو، انا بقيت هكاك عريانة بس عندي خويا اللي هو الشاهد اللي هو الشاهد تاني شاهد خويا بقيت هكاك عريانة بقيت صغيرة عندو 4 سنين ونص قال لي اختي مريم مالك كيف 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 قلت لك ايمن مالك كل شيء من لي شنو يا خويا بابا قلت لك ايمن مالك تاش ديك الساعه كنت كنعرف هضر مزيان مان مان مالك شنو كاين قلت لها سير اخويا عافاك سير خلينا نهضر سير 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 نقول بلي سير غنصوني لمولاي سير 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 دخل البيت وبقى كيبكي 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 مشيت مقديش حتى نتمشى شديت فراسي مشيت للدوش وانا نشبر راسي حمرا بالدم كنقص راسي كنلقى راسي حمرا بالدم كنقول ويلي شنو هادشي ما عرفاش
عارفه شنو طاري لي شنو كاين شنو صافي ديك الساعة ديك الساعة صافي بحال بلوكي ما قداش وانا تسمع الدقايق جات جدا مسكينة الله يرحمها جات عندي جات قلت ليا مالك كتبكي قلت ليا بغيت نتلا بلا عنقت قلت ليا جدات انا شنو طاري شنو طاري تسافتني بعيدة من حولي بس تشوف حيدات القطني مجروحة بزاف ديك الصح شديد وشي جورة اليوم عادي انا ما تقصحت بزاف خصوصا مزيان الاخرين ما تقصحتش بزاف فاش ما سمعتكش خصوصا مزيات انا ما تصبني تقصحت بزاف ما نقدرش نصاحبك فهمتك مش مع المناطق ولا كنت فهمتي ما صافي ما نقدرش نقول لك دابا شنو فهمتي ما جوج المناطق اليوم ما نصير مع القداش حتى انت لازم كنقدرش شنو غندير لك انت دابا كتضرب راسك تقولي انا اللوم انا السبب خليتك بوحدك كان علي ما نمشيش لو كان ديسك معايا وخا ما يبغيش نقول له ماشي مشكل اش اخويا مسكين كيبكي عليا راه جرفتو راه كيبكي انا اختي حيت انا اختي كيبكي عليا راه شنو دار ليا وباقي صغير دست الغد لي شفت الواليده بسكوب الخدمه لقاتني ماشي هي هذيك كنت وصغير ما قدرتش نشوف فيها كتقول لي مالكي اكبر الغلط اللي درتو في حياتي انا اللي ما حضرتش ديك الساعه هو شنو كاين وغنقول هذا هو اخي حاجه درتها في حياتي كنا اللي مرضاتني اللي رضتني انا دابا منيت راني مريضه كنشرب الدوايا لا في مرض القلب اللي سكنت عاجينا باش نمشي ندور راه كيجيني لا كريز بسبب هاد السكوت اللي سكت انا غد لي مشات ويل جداتي مسكينة الوالدة ما كانش فراسا والو جات جداتي الله يرحمها مسكينة عندو قالت لي فلان شنو درتي في هاد الدرية راه حشوم راه ما قال لي ماشي انا اللي درت ليها هكاك نكرني اخويا بطل نكرني بواحد الطريقه اللي مت اللي مش بغيهاش لعندوك نكرني قال لي اللي كان عندك شي دليل جيب بعدني انا سلام الله شكون دخل عليك وبالغلط اللي درتو لي انا ما مشيتش نذكر عليه عند المخزن وكان عندي انا 14 سنه قلت له ياخذ لي الحق مشيت عند المغزل اللي ياخد لي الحق وكيت ساكتة خايفة من با اللي غيقتلني إلا ساق لي الخبار ولكن أنا هذيك راسها حباك بالعكس ربك اللي تتحمل المسؤولية با راه باني لي با معندوش الكبدة دفعها في الأرض كيف سيري سيري مسيو بالشياطة ديال بنت خطك الله بغيتو تلصقوها فيا أنا كنقول لها ودي راك جيتي عند سكران كنسب وما خليت فيا غير نسيت كيقول لي مالا شي شغالي فيك بصحتي كيقول لي ياك صافي غدي داكشي اللي على بالي ونسي سير غير طبيعي راسك مع الحيط ولا تقصريش هاد الكلمة ديال لا تقصريش ودمرت لي حياتي بصح وما عطاش وما قلتاش لامي وما نطقتش كنا عارفين الحقيقة ثلاثة بينا انا وامي وشداتي مسكينة خويا دابا عندو 16 سنة
شي مرات بحال هكا باش كيسمع شي واحد تلخ اخبار ولا شي كتتصب ولا شي كيبكي كي زوج كل انا خير ما غاش في حياتي انا اختي تتصبت ما قصيره قبل انا خيب حاجه شفت في حياتي كمان ما نقدرش نصبر يعني هي انا شفت اختي وانا ما عنديش ليها الجهد دابا عنده 16 سنه وما يقدرش يشوف شي وحده تتصبت ولا شي حاجه يقول انا الا كبرت ما يمكنش ندير نقص شي بنت 6 شهور الا انا ديت هاد الحلال ما يمكنش نقص شي بنت هادا شبرا شحال من مرة كنشوف فيا كيبقى يبكي 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 يقول انا هاكا يقول يا ريت كون يا ريت كون مثلا دابا كبير فداك الله شكون قتلتو كنت قتلتو لو كان قتلتو كيقولي هادي هي الهضرة كيقولي لو كان قتلتو متخليش اختي تتصل بديك الطريقة متكونيش ما درتي في حياتك مور داك الشي دخلت في الحلاج الاكتئاب قاصة بدي سكين هضرش عانيت بزاف مشا ليا نطق زدت واحد الموت مكنقدرش نهضر صافي ولاو نخليو في الدولي نخليو في السبيطار نخليو كل شيء انا ودي ساكن نشوف صافي ساكته وكنقبض ليك نعود اللي دابا فاهم والو بقيت على هذيك الحاله صافي تا بقيت كنعود 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 وجاري رجع لي الصوت ديجا لي صوت بقيت كتقول لي قولي لي الحقيقه شنو وقع لك شنو طار لك شنو هذا اللي خلاك تولي بحال هكا كنقولي ما وقع لي والو بس كنت سكت هو أخي حاجة قلتها لنا بدك تساش ليها تساش ليها بس كنت مش ساكك مش ساكك ساكتها بك تساش ليها ساكك ساكتها ساكتها سطريت تمشي عندك ناس عندك سبك ونقولي زدتي شنو خدير وصلت ل 16 سنة مهم تقولي هذاك السيد فين مشى شنو وقع لي فاش وصلت ل 15 سنة هرب مشى لأوروبا كانوا ديك الساعة دايرين علي واحد الإشاعة كبار كانوا كيقولوا لي بلي إرهابي بلي باغي ينفجر برنامج باغي ينفجر شي قصار ولا ما نعرف شنو كانوا كيقولوا جاب لي الله داكشي غير كتو باقيلا غير هرب وصافي مشى لأوروبا خاف هرب ولا مجاش المغرب كاع ديك الساعة مجاش المغرب منين كانت في عمري أنا 15 سنة تال دابا 2024 دابا عندي 23 سنة ملي نوصلت 16 سنة وليت كنطيح وليت كنطيح كنتمشى شوية كنطيح إلا جريت شوية كنسخف ولا كيجيني واحد لا كريز الجهد ما أنا معرفة شنو داكشي ولا كيعطي لي الدم مني في ديما كيولي أنا نقول يمكن شي سرطان اللي فيا فاش واحد المرة صافي تحت سخفت دخلت كوما داولي للسبيطار دارو ليا سكانر ودارو ليا تحاليل تا كان اليوم الطبيب بأنني نقدر نديك الأدوية اللي كنت المهم مع ديك الأدوية اللي كانت كتشرب الوالدة ملي كانت حاملة بيا مع الأزمة اللي دازت عليا هاديك الأزمة اللي دازت عليا المهم جمعو بجوج صب ليا المرض القلب وليت كنعاني من المرض من ديك السنة ملي كنت في عمري 16 سنة تال دابا كنهضر معاك حاليا دابا قبل ما نهضر معاك كل ما نطلع معاك دابا في الله شربت الدواء باش ما يجينيش لاكريس عادي غنتصل كل شي حاجة مرتي بالقلب مرت بالقلب أنا هو الأخي بحاجة الإنسان إلا طرا لي شي حاجة خاصو يغوت يبكي هاد القصة دابا هادي فيها بزاف ديال الحوايج باش يعرفو البنات أنو مخصكمش تسكتو خصكم تغوتو غوتو كل الحق خا تكون نتي اللي غلطة قولي الحق تقولي فين وصل باك بابا ما مسوقش لينا صافي تلقات الوالدة والوالد طلقو
قولي لها عيشي حدايا غير مع جداتك، عيشي معاها عيشي معاها عيشي معاها، اختار مسكينة وليت مسكينة أمي اللي خدامة عند الناس وصافي، وليت كنمشي معاها حتى أنا عمري كنمشي نخدم عند الناس، كنمشي في مكانش في الطوالت كنحكيها في مكانش وكنبكي كنبكي 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 وكنقول وكنقول سقريت حتاش كان عندي الحلم ديالي أنني نولي طبيبة ولا فهم ليا كنقول هي فين هو الحلم اللي كان عندي؟ شوفي دابا انا كنحك طوالت الناس ولكن كنقول الحمد لله ماشي مشكل. سقولي سقولي علاش ما تزوجتيش ولا شي واحد؟ كانوا كيسولوني بزاف الناس يخطبوني، ولكن فوق ما كان كيجي شي واحد كنتألم بزاف وكنعاود نتألم ونتألم 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 باش كيجي شي واحد يخطبني غير مايمكنش انا نسكت، ما غاديش نضحك على ود الناس ونخليها هكاك تهر ليلة العرس. نقول ديك الساعة انا اللي خداعة، نقول اللهم نقول لي الحقيقة دابا حسن، نقول الحقيقة نقول شوف ود الناس انا راه اشنو طاري ليا في صغري اشنو طاري عادي الشوط، كتمسك جداتي ديما كتكون في جنبي كتقول ليهم اه راني شاهدة غيعت خويا شاهد، وكيبدا خويا يبكي يبكي كيقول لي واش حنايا تي على الله ما نعطيتيش تجي حنايا نستروكي وصافي، كنولي عاوتاني ندخل في الحالات الاكتئاب كندوزها عاوتاني المرضى ديال بصح تعذبت بزاف حياتي، تعذبت لواحد الدرجة ما تقدرش تصورها بسبب هادشي. كل ما كيجي شي واحد يخطبني كوقع عزيزي نصف الجرح نصف الجرح نصف الجرح، تقولي علاش ما مشيتيش تخدمي شي ولا ديري شي تسكويل ولا شي ديبلوم اش ما كملتيش قرايتك، نقول لك انا ما العقل صافي فاش كيعبر بشي حاجه ما يمكنش انا يركز بشي حاجه صافي ملي نفقد صوت تما دفنوا داك الانسان بحال واحد الفراشة كتطير شدوها وقتلوها تما مالكاش اللي عندها سرعة، وانا دوك الاهل اللي كانوا عندي كاملين ضلهم في اليابا زيد كمل اليوم هذا ما خليش لي شي حرم مازال عاد مرات وليت دابا حاليا كنشرب الدواء كنشرب دواء الا ما شربتش الدواء راه يجي لي لاكريز وغنسخف، انا قبل كما قلت لك دابا في اللايف قبل ما نهضر معاك تشربت الدواء باش مش ما نتعصبش وما يجينيش لاكريز، فوق ما كنتفكر هذاك الشيء كنتألم شحال من مره حاولت انني نتصحر شحال من مره حاولت نتصحر، راه عندي السيكاتريس دابا في يدي راه صورته ولا صيفطته لادمي قطعت العرق ديال القلب باش نموت، تقولي هادشي اللي كديري في الخيب صافي ولكن ما كانش انا شي حال ما عنديش شي حال غير بطر ما عنديش شي حال غير بطر خيب حاليا المجتمع ما كرحمش كبات لك الكذب اللي يقول لك شي واحد راه المجتمع كرحم كرحمش قطعت عرق القلب باش نموت ونسهل اللي تحت في القبر اللي كنعيش فيه ولكن لا ما بدش فقوني جربت كنشرب الدوايات باش نموت وهالو ما بدش ديما كيعتقوني حمت انا ندير لاكسيد ونتلاح من الطوموبيل راسي فتحت الادمين عاوتاني تهرست وما متش شنو صفتي شنو وقع لك؟ تلاحيت بالطوموبيل اتمنى الادمين تبقى تصيفط لك كل شيء هافا راه صيفط لها تصور ديال الالتحام ديالي التصويره ديال يد السيكاتريس اللي في فليد وصلاح وديال الاخر ديال نيفك حتى هي طلعتني ديال الاكسيد عاوتاني تهرس من يد ملي تهرست من يد عاوتاني
ديما كندير كنمشي للبحر كنبغي نتكلاص صهر ديما كنشدوني كيديولي البوليس كيقولوا لي انت علاش كتبغي تنصحي كنقول لهم انت علاش كتبغي نصحي غير حتى كون ندي كنقول لهم صحيح عليكم الوالدي صافي مرة كنطلع لشي مرة كبيرة باش نرمي راسي كيعتقوني نفس الحاجة عاوتاني حتى وليت دابا صافي كنقول صافي يمكن ربي بغاني نعيش كنت غاني ليش صافي وليت كنصلي وصافي كنصلي وكنقول يا ربي تاخد الحق اللي كنتسناه قول يا ربي تاخد الحق اللي كنتسناه يضمن لي حياتي تقول لي واش جندام كانوا البوليس ولا كانوا ديما كيعاقبوني كيقولوا لي بغيتي تعاقبي ديما كانوا كيهدوني زعما بالتعقب هكا ولكن هكا كنسكر عاود ديما 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 ما لقيتش داك الحل عرفت بانه الحل ديال الانتحار ما غاديش نموت بقا ندير الانتحار ما غادي نبقى عايشه كنت غير نمشي نرمي راسي بشي ما نقدر نتعوق ولا شي حاجه شكون اللي خدام عليكم دابا دابا علينا مبنى شكون اللي باك فين وصل نقول لك با لاباس يعني ولكن ما كنحملهاش سمح فينا ما شفتوش هادي مدة كبيرة هي كانت عمرك 15 سنة ما شفتوش وكيداير يلاه كيصيفط لي شي أمانة باش نشري الدواء غير في الكاش بلوس وصافي أتقولي شحال كيصيفط لك كيصيفط لي غير 500 درهم 500 درهم غتشري بيها العيد وشتري لي طحين وشتري لي الحليب وشتري لي الدواء وشتري لي واش ديري للطبيب واش ما مسوقش لينا تقولي واش تزوج واش بدا حياتي نقول لك لا تزوج باقي باقي هكاك منين نطلق من وليدك مازال هكاك حتى شي واحد ما قدر تزوج بيه حيت عرفوه بلي شنو دار وزال الوليده صافي واللوح واش البنات داك المنطقه ما بغاوش يتزوجوا بيه تدبس بزاف خويا بقدر اش نقول لك ايمان ولكن دابا شنو هي انه فاش رجعت فاش رجع هذاك السيد اللي غتصب ليه ولا رجع المغرب تحطمات لي الحياة ديالي عاوتاني مرة أخرى منين مشيت نسخن لقيتو جاي المغرب راه في الطوموبيل ديالو متصورش واحد الشوار حسيت بيه خويا بابي كنت كنقول نزل الموسم مشي عندو ديريكت نبقى عليه من 14 سنة كل دقة 14 سنة 15 16 17 حتى اليوميا حتى لهنهار ولكن كنقول لا هاد بن الشيطان راجل مخاصنيش نضيع صلاتي والصيام على والو هو عايش حياتي ودار وليداتو ودار كلشي وما تحطمات لي مستقبلي دمرات حياتي دمرات إيمان تقولي واش عمرك بغيتي شي واحد تقولي واش عمرك بغيتي شي واحد واش عمرك زعما شي واحد بغاك ولا عمر شي حد بغاني كنبغيو نستغلو صافي انا بلاكس شانفتك من عمد بغيت واحد 23 سنة 23 سنة واخا تقدري تسمعيني شوية إيمان شنو؟ تقدري تسمعيني شوية مرحبا خويا هذا بهضر شي خليني نهضر شوي وهادي مزيانة ربما شي بزاف ديال الناس محتاجين يسمعوا هاد الهضرة اللي كاينين معنا في اللايف ربما تفكر فإنما الذكرى تنفع المؤمنين يا إيمان بزاف ديال الناس غادين في واحد الفكرة غالطة فزين لهم الشيطان وأعمالهم عشي من الشيطان تيسهل عليك تيقول شوف سهلة سهلة يدير يدير غترتاح وتولي مزيان وتولي بخير وحياتك هذاك المسحبكم إلا انتحرتو غتمشيو لجنة الفردوس وغتلقاو لا عين رأت ولا أذن سمعت غتلقاو واحد الحاجة يمكن ديال العذاب
الى عذاب الدنيا نفسي كي داير، عذاب الاخره كي داير؟ غتقول لي لا، ربي عالم باني تنتعلم. اه ربي عالم بانك تتعلم، وربي عارف شنو تدوز منه في هذه اللحظه، ولكن واخا هكاك حرم عليك تقتل نفسك، حرم عليك انك تقتل نفسك. ربما فداك الله غد لي كانت حياتك تكون احسن، ربما الشهر اللي موراك تكون مزيان، واحد النهار كتغير حياتك، ربما هذا سببك باش تدخل للجنه، ربما جبد عليك هذا البلاء باش تدخل للجنه، ولكن انت من كثر الضغط ديالك هي الهروب. واخيب حاجه هو اي واحد يطيح في شي مشكل السلاح ديالو هو يهرب وما يواجهش. تعلمت واحد الحاجه زوينه ودرس زوين علمته للدنيا، عمرك ما تحمل اخطاء ديال ناس اخرين. دابا بحال انتي تتحملي خطا ديال ما عندي حتى شي ذنب فيه، الا تحملتي تحسن ما خسر جوج المرات. المره الاولى حيت بغي واحد الانسان غدرني ودار، والمره الثانيه حيت هي انا مازال في داك عايش في داك المشكل، بينما داك الطرف راه عايش حياته. تفكري ان الحياه تتعاش مره واحده، وهذه رساله لاي واحد تيتفرج فيا في هذه اللحظه. كل نهار تنقص من الحياه، العام ولا تيدوز بحال الشهر، والشهر بحال السيمانه، والسيمانه ولا بحال النهار، والنهار ولا تيدوز بحال الساعه، والساعه بحال الدقيقه، والدقيقه بحال الثانية ولا غير ذلك. الحياه صعيبه خويا باك، صعيبه بالنسبه لك، بالنسبه لك، بالنسبه لك، بالنسبه لك. نقول لك اسمعيني عفاك، عفاك اسمعيني باش تجاوبيني، انا ما بغيتكش تجاوبيني، انا بغيتك تسمعيني باش تفهميني، انا بغيتك تسمعيني حيت باغي نوصل لك بزاف ديال الحوايج، ماشي تجاوب، ماشي تجاوب غير باش تجاوبيني، لا بغيتك تسمعيني وفهميني شنو بغيت نقول لك، حسي بشنو باغي نقول لك، حيت بغيت نقول لك شحال من حاجه. ربما هاد الناس هادو محتاجين يسمعوا هاد الهضره هادي. والله الحياة قطعة من جهنم، وكل شي فيها جبل، ولا زيرتي وبقيتي علاش وعلاش وعلاش انا من دون الناس وانا وكل شيء ضدي، تتزيد سطمالي، ولكن دير الف عذر باش توقف على رجليك. داني تقدر تعطيك عذر واحد طيحك حياتك كامله وانت منكسر، حياتك كامله تخل غير عذر واحد تخليك تشبكي، ولكن فوقش تعطيك داك العذر انت تعطيها الف عذر. تيقول لك الحياة لا تقبل بيننا الضعفاء، وانا امنت بها. شي نهار تكون ضعيف غيصدموا عليك، اه عندك يسحبك مشاحنة في ايامات زمان، تدرويش وطيبوبة والنية ولا تتنفع هاد الزمان. شي نهار تطيح غيصدموا عليك، مهما كانت دموع في عينيك قلتيك اه انا مقصح دابا، ولكن غدا غنكون مزيان. يمكن انا دابا ما الدخل ديالي مهرس، ولكن غدا غدا ربي غيبدل حالي، وعمر ربي غيخيب شي عبد. قاعده الا كنتي تتامني بالله، ربي قال لك عزتي وجلالي، وعزتي وجلالي إذ رضيت، رضيت بما قسمته لك، أرحت قلبك وبدنك، وكنت عندي محمودة. وفي نفس الوقت تلك عزتي وجلالي، إذ أنت لم ترض بما قسمته لك، لسلطت عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ولا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. إلا
خليتي ثقتك في ربي عمر ربي تيخيب شي انسان عنده اليقين بانه يغير حاله، حتى ربي تيقول لك اني عند حسن ظني عبدي. تظنك بالله كي داير دابا تقولي بان حياتك ما غاديش تكاد، انت ظنك في ربي هكا بانه ما يقادش حياتك، وانا تنقول لك اه ما غاتكادش، ولكن نهار يكون ظنك بالله لان ربي تيتغير الامر ديالو بين حرفين كن بين جوج حروف فيكون. اذا خليتو ثقتكم في ربي والله ما تخيب، لو يجتمع الانس والجن على ان يضرك ان يضرك الا باذن الله، كيف راه يضرك الا باذن الله وخي تفق عليك العالم وما فيه. غتقولي لي ما بقاش عندي الحياة، بزاف ديال الناس كانوا كثر منك ايمان، الفرق اللي بينك وبينهم واحد قال لي الضربة اللي ما قتلتنيش قواتني وخلتني نوقف على رجلي، وفوق ما الناس تنتظر باش نطيح بالعكس تشوفني واقف، واللي تينتظرون يشوفوني مهرس غيشوفوني واقف وضاحك، واللي تينتظروا باش يتشفوا فيا غنقهرهم بالفقصة. بينما انت قلتي اختصرت الحياة في جملة واحدة، الضربة اللي جات فيا قتلتني وانا حية. شوف ايمان نصيحة كأخوك أكبر منك، نصيحة، انت في أجمل أيام حياتك استغلي، انت بحال شي طونوبيل مازال دوبلو في، مازال قادر دير بزاف ديال الحوايج، القوة الذاكرية ديالك مازال قوية، استغلي هذا العمر اللي انت فيه، سيري خدمة، سيري بداية من الزيرو، تقدري توصلي وتقدري تنجحي، تقدري ديري بزاف ديال الحوايج وانت ما قارياش، خاصك تكوني غير واعية. شوف انا نعطيك هو واحد ونتمنى الاخت العزيزة اللي كانت في اللايف تقولها لي، اللي غنهضر لك عليها ونعاود لكم قصة هادي خارجة من جوك هو تتعرف غير تكتب بالعربية فقط، ألف باء تاء جيم حاء صافي. كنت زمان تنعرفها، ونتمنى انا تكون معنا يعني قصة واعرة. الإرادة تصنع لك المستحيل، شتي فاش تكون عندك الإرادة نعطيوك جبل تقول لا بغيت جبولة، آمن غتوصل، آمن خلي ثقتك في ربي غتوصل، ما قاريش كون غير واعي، أنا تنطلب منك تكون واعي. القرايه ماشي بالضروره شوف شحال من واحد ما قاريش ومخدم اللي قارين، والله اخي تقول لي علاش ما تمشيش تخدمي؟ شوف لي تسمعيني دابا انا غير نقول لك اللي عندي ديال انا ما قارياش نجاوبك عليها، وانا ما عنديش وكذا وكذا، واخا نجاوبك على هادي. هاد السيده كنت نعرفها من اطيب ما خلق ربي، حتى ربي راه تيسهل على الناس اللي قلبهم زوين وطيب وقلبهم بياض وتيسامحوا، والله الا ربي تيسهل عليهم ما تيسد لهم باب تيحل لهم بيبان. هاد السيده ما قارياش، ديما تنقول لها ديري شي حاجه في حياتك، قاد ادري ابادر ابادر ابادر، واش كاين شي واحد في الدنيا ما قاريش غيدير شي حاجه؟ اه قادره ابادر صعيب، لا صعيبش ممكن ممكن تنجحي، اها شنو غندير اباطر؟ ديري شي حاجه شنو تتعرفي ديري؟ ما تعرف والو اباطر، شنو شي حاجه تقدري تعطي فيها؟ ما نكذبش عليك ما عرفتش، طويت داك الموضوع. واحد المره تندخل الفيسبوك ديالها غادي يبانوا لي القفاطان والتكاشات وذوك اللعيبات، نقول لها تيعجبوك التكاشات والفوالا؟ قلت لي اه تيعجبوني، داكشي باش نحط التصاور ديالو. قلت سيري تعلمي الخياطه، قلت لي بادر كيفاش؟ قلت لها شوف غتعلمي الخياطه ولكن بشرط، فاش غتدخلي قبل ما تدخلي
اش قلتي بينك وبين راسك؟ تقولي انا ولي احسن وحده، ربما احسن وحده في المغرب الا ما مشيتيش بهاد الفكر من الاول بلا ما تمشي. الا ما درتيش هاد الخطوه انني غادي نمشي قبل ما نمشي غنكون احسن وحده في المغرب. شفنا لواحد السيده تعلم منا ضرب ست شهور السيدة ولا الطيارة ضرب ست شهور السيدة تحط لها تطلع عليك تصميم تقاد لك موديلات كده. واخا تأمني بالله هاد السيدة اللي تنهضر لك عليها اللي ما قارياش إلا قلت لك عندها محل ديالها، واخا إلا قلت لك عندها دار في ظرف ديال الجك خواه ست سنين واقيلا ولا شي حاجه بحالك باش نعرفها، ست سنين دار وطونوبيل وتتشارك في عروض الازياء، هذيك اللي قالت لي بدر راني ما قارياش وما قادره ندير والو، امن غتوصل، خلي ثقتك في ربي غتوصل، هلا خلي عندك الاراده توصل. وما تخترقش الاعذار انا والظروف والدنيا، هادشي اللي تشوف ضعيف ضعيف تيخترق لك الف عذر، واللي قوي من عذر واحد ينجح، هذاك العذر بالعكس هو اللي تيصطم عليه ويطلع تيتحدى تيقول كنجرب ما خاسر والو. سمعتيني؟ حبسي اللايف هذاك، حبسي اللايف. لا حبست ولا ما شلتش كاع اصلا. الهضره تعاود لي شي واحد يصوني عليك ولا شي حاجه الهضره تتعاود؟ لا ما كيصوني حتى شي واحد الهضره ديالي تتعاود. اشوف خليو تيقسكم في ربي. ايمان ودابا هضري يا ايمان. اه مزيان دابا ياك صافي. لا ما كنتش كندخل عليك. ايمان نتمنى تعيد لي شي نهار ولقاك باللي درتي شي حاجه في حياتك واستغليتي هاد احسن فتره في حياتك. سمعتيني؟ ان شاء الله يا ربي. اخويا بدر تفضلي. كنتمنى كاع البنات اللي سامعين اليوم القصه ديالي عافاك اختي عافاك. اي وحده طرا لها شي مشكل ما تبقيش ساكته، سيري عند امك سيري عند سيري المخزن عليك اللي تصف كيما طرا لي انا. سيري هضري خوتي على حقك، كاين المخزن في البلاد مغاديش يخليك بوحدك. تجمع صغيرة ما ديريش كيما درت انا دابا ولا دابا في هاد الايام. حاليا دابا عندي 23 سنة دابا ساقوا لي الناس كاملين الخبر دابا كلشي عارف الحقيقة، عارف حتى الوالدين ديالي عارف هاد الحقيقة. ولكن ردوا في انا لهم ولاو كيقولوا لي الناس ايوا بصح يا الله ما عطيتي شرفك هاد الكلمة راك تمرد بنادم. أختي كنقول ليهم ما مسوكاش ليهم. أختي نعم أخويا والله واخا كنتي تتصلي بالناس في مكة حتى غادي يقولوا نفس الهضرة. الهضرة راه فيك فيك كون كيم فما كنتي. هادي تنهضر مع أي واحد تيسمعني في هاد اللايف. بزاف ديال الناس تقهرنا هضرت الناس قالوا فينا شي حاجة خايبة وأنا ما فيكش ياك قالوا فيك شي حاجة. انت اللي تتفرج فيا الناس اللي تتفرجوا فيا جاوبني بأه ولا لا قالوا فيك شي هضرة ما فيكش ضراتك أه لا جاوبني ها قالوا فيك وهضروا فيك وربما هضروا لك في عرضك وقالوا شي حوايج اللي ماشي فيك ياك ضراتك في خاطرك. ما نقول لك واحد الحاجة شتي انت ما عارفش القيمة نفسك حيت كون كنتي تتعرف راسك اش تسوى والله ما تأثر فيك هضرة الناس. ونقول لك واحد الحاجة الناس اللي تينتظروا أن الناس ما تهضرش فيك كون كيف ما كنت كون دايرة الإخوان كون أسيدي تتصلي أنت بالناس في مكة ديري الحجاب من الجامع للدار ديري النقاب ديري اللي درتي الهضرة فينا فينا. يلا من التالي خاصكم تعرفوا واحد الحاجة الهضرة فينا فينا عرفتي شنو هي؟ أي اللي بغى يقول شي حاجة خليه يقولها أهم شيء وعرف راسك اش تسوى. ما تنساش ما تخليش شي واحد يجي هو يعطيك كيفاش نقولوا يوزنك هو يقول لك انت وانت لا عرف قيمة نفسك هذا القيمة لنفسك وعرف راسك اش تسوى ما تبقى اللي تيدخل عليك القفة يجي حيدها.
إيمان أنا خير بدر. نتمنى تهيطي لنا نلقاوك باللي راك حسن من دابا. نشكرك بزاف. الله يلف دايما يا خويا. الله يسر لك الأمور وشكرا لك بزاف. لأنك شاكشي معنا حسن. شكرا لأدمي. خويا بدر. عارفة كي اللي كان باقي عندك داك الجروب تخني فيه. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى نتمنى دابا حاليا حاليا موقف ان شاء الله بلي نديرني غادي نبغي نديرو راه غنقولها في لي لايف وندخل شي 10 ديال الناس جداد صافي 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 مرحبا خويا.